معنى آية والله أركسهم بما كسبوا. سورة النساء هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف، وتعد واحدة من السور السبع الطوال في القرآن الكريم. وتمتاز السورة المباركة بكثرة ما تشتمل عليه من أحكام شريعية تساهم في تنظيم الشؤون الداخلية والخارجية للأمة الإسلامية. ويكثر البحث عن معاني آيات هذه السورة المباركة، وخاصة آية والله أركسهم بما كسبوا التي وردت في الآية 88 منها. إن معنى آية والله أركسهم بما كسبوا التي وردت في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أن الله تعالى ينكر على الصحابة عليهم رضوان الله انقسامهم إلى مجموعتين مختلفتين في شأن المنافقين. يقول الله تعالى للمسلمين: ما لكم فيما يخص شؤون المنافقين وأمرهم حتى تختلفوا وتنقسموا إلى فئتين. والله أركسهم بما كسبوا، أي أن الله تعالى قلب حال هؤلاء المنافقين رأسا على عقب، فقد ردوا إلى الكفر وذلك بسبب كسبهم وسيء صنيعهم. اشتملت الآية بعد ذلك على استفهام، حيث يتساءل الله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ والاستفهام في هذه الآية للتقريع وتوبيخ المسلمين. فمهما حاول الإنسان أن يهدي من أضل الله تعالى فإنه لن يفلح مهما صنع في هدايته ورده إلى الطريق القويم. ومن ثم يختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي أن من يضله الله تعالى عن طريق الإسلام فما من سبيل لهدايته.